بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حضرات السيدات والسادة، بداية أود أن ننوه بهذه المبادرة الشجاعة لجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية التي اختارت موضوعا حساسا من الأهمية بمكان، وهو إصلاح أنظمة التقاعد، الرهانات وآفاق التفريغ، وهو موضوع أصبح يشكل انشغالا وطنيا ملحا، فلا سيما في حالة العجز المتفاقم التي وصلت إليها مختلف أنظمة التقاعد الوطنية، والتي تستوجب إجراءات مستعجلة وجريئة وحازمة للإصلاح. وأهمية هذا الموضوع لا تتجلى فقط في راهنيته وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني ومستقبل المعيشة اليومي لفئات عريضة من المواطنين، بل كذلك في كونه مثالا حيا للتكلفة الباهظة لتأخير الإصلاح في مجال السياسة العمومية. فكما تعلمون، فقد تم التنبه إلى خطر تفاقم المشاكل التي تعاني منها أنظمة التقاعد منذ أكثر من عقد من الزمن، ولم يترتب عن ذلك مع الأسف اتخاذ تدابير جريئة لإصلاح صناديق التقاعد وتأمين ديمومتها. ونتيجة تأخر هذا الإصلاح الشامل والعميق تفاقم عجز الأنظمة مع مرور الوقت، حتى أصبح الإصلاح مكلفا أكثر ومؤلما أكثر. حضرات السيدات والسادة، لقد ركزتم في تناولكم لموضوع إصلاح أنظمة التقاعد على الرهانات وآفاق التفعيل، ولذلك سأتوقف قليلا عند كل من هاتين النقطتين. إن مختلف الفاعلين يدركون أهمية وتعدد بل وخطورة هذه الرهانات، لأن إصلاح أنظمة التقاعد ليس مسألة تقنية فحسب، بل هو إشكالية تتعدد وتتداخل أبعادها. فهذه الرهانات هي قبل كل شيء ذات طبيعة مجتمعية، لأن التقاعد يهم في الحال والمستقبل ملايين الأسر، ويساهم إشكالية التضامن بين الأجيال واستدامة منظومة التقاعد، وهو كذلك إشكال اقتصادي ومالي بفعل الدور الاقتصادي والمالي لصناديق التقاعد، وكل اختلال في توازن هذه الصناديق تكون له آثار سلبية مباشرة على الاقتصاد الوطني. ويكفي التذكير بهذا الصدد أن العجز السنوي للصندوق المغربي للتقاعد مثلا سيصل في حالة عدم اتخاذ أي إجراء إلى ما يناهز 25 مليار درهم سنة 2021 وقرابة 45 مليار درهم سنة 2030. لذلك فإن إصلاح أنظمة التقاعد ينبغي أن يستحضر أولا وأخيرا وبكل مسؤولية الكلفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الباهظة لتأخير الإصلاح إلى أجل غير مؤقت، مما يستوجب تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين، كما أكد على ذلك السيد رئيس الحكومة في معرض جوابه عن سؤال في الموضوع أمام مجلس المستشارين يوم 9 يناير 2016. وهذا الواقع القائم ينقلنا إلى النقطة الثانية، وهي آفاق التفعيل. وبهذا الصدد أيضا، فالاتفاق حاصل على الطابع الاستعجالي الذي يكتسي إصلاح أنظمة التقاعد. إن تشخيص وضعية هذه الصناديق ومواطن ضعف الأنظمة معلوم وواضح، أكدته مختلف الدراسات الاكتوارية التي أنجزها المتخصصون، وكذلك التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات. كما أن الحلول المتوقعة معروفة وتم تداولها على النطاق الواسع، وتهم الجانب المؤسسات الجانب تهم مقاييس النظام، لا سيما سن الإحالة على التقاعد وعدد السنوات المعتمدة كأساس معدل الأجور احتساب المعاش ونسبة الاقتطاع والمساهمات في نظام التقاعد، وتوسيع قاعدة المساهمين في منظومة التقاعد والتقريب بين الأنظمة. لذلك كله ينبغي تكثيف النقاش بين مختلف الجهات المعنية وتعميق دراسة بعض النقاط الجزئية في أفق تنزيل الإصلاح في أقرب وقت ممكن لإيقاف
أثار التدهور. حضرات السيدة والسيدات والسادة، إن أي خطة لإصلاح منظومة التقاعد يجب أن تتم في إطار التوافق، وأن لا تكون موضوع مزايدات، وأن تؤثرها المبادئ الثلاثة التالية: تحقيق شروط النجاعة والديمومة للمنظومة، توفير مستوى عيش كريم للمتقاعدين، تغطية شريحة كبيرة من الفئات النشطة. اعتبارا لأهمية وحساسية واستعجالية إصلاح أنظمة التقاعد، فإنه يجب تسريع وتيرة نقاش في إطار ثلاثي توافق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للوصول إلى خطة إصلاحية على المدى القصير بما يضمن مصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية، ولما فيه المصلحة العليا لبلادنا، وضمان استدامة النموذج التنموي التضامني المغربي. وإني على يقين أن مثل هذه المبادرة التي قامت بها جمعية أعضاء المستشفى العامة للمالية ستساهم في تعميم وتعميق النقاش بشأن شريحة مهمة من المعنيين بالإصلاح. أرجو الله تعالى أن يكلل أشغال هذا اللقاء العلمي الهام بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.